كان بيروت فاق مين بيقولها هدي حياتي ما تخيل حي جنار يا نظامي مش نظام هون قردي تشبيحة ونصابي مطالبي منو قاري شاطر يحرقلي بعصابي فيش نتيجة من هالطاولة جلسات حوار طيماطل طقم النظام عتيق بعتقد تغييره إجباري نضالي مش عالفاضي والمتظاهر مش طيفاوي بدنا هالنظام الطائفي يفضيلنا هالمناصب بدنا بلد ديمقراطي مش بلد ديموراثي تعب الكبير حط صغير وغصب عن إرادتي أنا معارض لهيك نظام ومعارض بشراسة بس ما تروح تحطني أنا وبماني أزار بنفس الخانة أكيد مش 14 إذا بتريد اطلع من راسي وبطريقك سحب سيسانك المندسين من اعتصامي عطيناك كذا فرصة لتحسن بالأراضي بعدك ما عم تعمل شي غير إنك تحصل من هالأراضي بجيابك في أكتر ما في بالخزينة مصاري إذ بنفضك يمكن بسد العجز الاقتصادي منك الوحيد بس صحيح إنك حرامي مع إنك ما بتمشي جالس بس عاملين منك مساطر انت صانع البطالة أنا صانع المعاني إذ الحاصل بيروت ثورة أنا المحارب ألا مرسالي لحالك لازم تتنحى انت فاقد القرامة شو هالوزير البيئي اللي مش عارف يحافظ على النظافة والمشكلة انه مش انت طلعت بالحل اثبت للجميع انك منك صالح غير للتلف نظامي مش نظامي الزعل بتديره عطلانة فاحسن صير متظاهر مما ضلع بعيش متظاهر انه منه نظام فاضي ملبس كحص لقدامي وبالنص في بطانة انا نظامي مش نظامي نظامي مش نظامي الزعل بتديره عطلانة نظامي هو عصابي قرتي تشكيلي طمعاني كل شي فيه بالبلد كب وكل شي فيه من عفن عالمواطن لصارت العالم من ريحتكن فطسان كان 14 و8 معارضة وموالي كله دراط عبلاط هياني بعدني عحالي فريق سياسي فاسد قاعد يغير مواقف وكله لابس حرام لان شكله الحرام دارج كان 14 و8 معارضة وموالي عنا كذا نظام فهي النظام بدي حاسب احنا بريحتنا تاني نفس العيال والاسامي وكله لابس حرام لان شكله الحرام دارج لك ايادي سود مقلوب ونسود بالتوازي صار في الازعر يجي يعطي دروس بالمبادئ بدي ثور لان الوضع معكم مش ماشي لا يبقى شي لجيل الجي غير الوسخ والزبالة نظامي ما مأهل يهرج لولاد بالحضانة مع انه عنده وش بشوش معروف بالهضامة بضلوا يقلي اعطاني وبس زعلت فزرطاني بس لما انزرك بالموقف رد بقى حد ضراوي فقس هيبة وصرامة بس طلب تعيش بكرامة اذا مركز وزاري قارت معناتها الحرامي واصل مشنوق بعقد مناصب بده فتحة قد مناصب ومنجد لكراسي المجلس الفرشن على القعدة قاشد انا نظامي ساخن عم يخبط حاله ويخبطني نظامي مرض وسخ وجع مستمر ببطني ابو رصاص مطاطي من بلادي منططني وابو جدار العار هو مسيل الدموع الاصلي صار سميك التيار بس بعدها تغذية شحيحة فبعلق عخط محول من خزينتي لأحميها رح انزل ارفع ايدي من فوق راس كل هالشبيحة تأضرب سلام تمام للمتظاهرين اللي بالساحة ضد نظام فوق العادي جامع احباب واعادي وما بيهمه مين بيموت مهم يموت بالتراضي اماني راضي بدي سجل اعتراضي لان في خلل بنظامي لان نظامي مش نظامي نظامي مش نظامي الساعة اللي بتديره عطلاني نظامي هو عصابي قرتي تشكيلي طمعاني كل شي فيه بالبلد كب وكل شي فيه من بلع المواطن لصارت العالم من ريحتهم فطساني نظامي مش نظامي الساعة اللي بتديره عطلاني بردة فعله عمطالبي بيّن لي الحق من الباطل طلع نظام فارط عالاسم تواطئ وعالحق ضل صامت انا نظامي مش نظام كان 14-8 معارضة وموالي كله دراط عبلاط هياني بعدني عحالي فريق سياسي فاسد قاعد يغير مواقف والكل لابس حرام لان شكله الحرام دارج كان 14-8 معارضة وموالي عنا كذا نظام فهي نظام بدي حاسب احنا بريحتنا تاني نفس العيال والاسامي والكل لابس حرام لان شكله الحرام دارج زين الدين ألاف دال من بيروت يا هيدي رسالة من بيروت لكل هالأنظمة لكل هالكياس الزبالة الحاكم البلد لك الثورة بعد ما خلصت هلا بعدها مبلشت عفكرة ما في مندسين بالساحات لأن كل أعمال الشغب حصل بقلب البرلمان بدل مكافحة شغب تقمع حقوق الإنسان بدنا مكافحة جشع تربط رسن للفجعان تربط رسن للفجعان.